أحبتي صغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص النشاط العلمي، إذا من كتاب الجديد في النشاط العلمي للمستوى الأول ابتدائي. إذا أحبتي الصغار، اليوم إن شاء الله لدينا درس جديد جميل، إذا بعنوان أميزوا الروائح المختلفة. أميزوا ماذا؟ أميزوا الروائح المختلفة. أحسنتم. إذا هذه الحصة السابعة من اكتشاف مكونات جسم الإنسان. إذا الهدف من هذه الحصة هذه هو أربط الحاسة بعضوها. إذا الحاسة اللي غندرسو اليوم غنربطها بالعضو ديالها واللي هي حاسة الشم، وغنربطها بالعضو ديالها اللي هو الأنف. كذلك أيضا غنميزو بين الروائح اللي من بينها الطيبة أو الزكية، الكريهة أو العفنة أو العاطنة. احسنتم. اذا قبل ما نبداو الحصه ديالنا احبتي الصغار، ما تنساوش اشتركوا عندي في القناه، فعلوا زر الجرس، خليوا لي جيم لهذا الفيديو هذا. الا كان عندكم شي سؤال او ما فهمتوش شي حاجه فخليوه لي في بلاصه التعليق، فانا احبتي الصغار اكيد كنقرا جميع التعليق ديالكم. اذا احبتي الصغار على بركه الله غادي نبداو الحصه ديال اليوم. اذا هنا لاحظوا معي، هنا اطفال، طفلان وطفلان، طفل اذا قام بتغميض أو غمض عينيه، ثم الباقي يشاور له بالأشياء، إذا يطلب منه التعرف إلى الأشياء أو على الأشياء عن طريق الشم. عن طريق ماذا؟ عن طريق الشم. أحسنتم. إذا نحن معي هنا لدينا كأس عصير، وردة، عطر، برتقالة، ثم ثوم. أحسنتم. إذا هنا عندنا أتساءل، كنا نقولوا كيف يمكن أن نميز بين الروائح؟ كيف يمكن أن نميز بين الروائح؟ هذا تساؤل في محله. نديرو كيف يمكن التمييز بين الروائح؟ كيف يمكن التمييز بين مدى الروائح؟ كيف يمكن التمييز بين الروائح؟ جميل. إذا عندنا أفترض، عندنا عطونا من شدة رائحتها، نقول مثلا من رائحتها الزكية، من رائحتها العطرة أو الزكية أو الطيبة، نديرو الزكية، الزكية من رائحتها الزكية، وهنا عطاونا كما قلنا من شدة رائحتها، نزيدو مثلا من رائحتها مثلا العتنة أو الكريهة، نديرو مثلا من رائحتها الكريهة، من رائحتها نديرو العتنة، عطنة، فعطنة فهي نفسها كريهة، نديرو مثلا عطنة، العطنة أو العطنة حتى العطنة أو الكريهة، راه بحال بحال، ندير لكم شرط هنا ونكتب الكريهة، الكريهة. إذا أحسنتم، جميل. إذا نمشيو دابا نشوفو السؤال الموالي. عندنا السؤال يقول ألون مربع الرائحة الزكية بالأخضر ومربع الكريهة بالبني. إذا هنا غادي نلونو مربع الرائحة الزكية بالأخضر ومربع الرائحة الكريهة بماذا؟ باللون البني. أحسنتم. إذا خذوا الألوان، هما هادو. عندنا رائحة دخان السيارة، رائحة دخان السيارة، هل هي رائحة زكية أم رائحة كريهة؟ من طبيعة الحال فرائحة دخان السيارة هي رائحة كريهة. إذا شنو غنعملو؟ غادي نلونوه باللون الأخضر بهذا الشكل، هذا باللون الأخضر، عفوا باللون البني، أعتذر، هنا غادي نلونوه باللون البني لأن رائحتها كريهة. بهذا الشكل هذا غنلونوه باللون البني. اذا قلنا هنا
الرائحة الكريهة باللون البني بهذا الشكل، هذا اللون البني احسنتم بهذا الشكل. هذا هنا عندنا لون الوردة، لون الوردة فرائحتها زكية، اذا غادي نلونها باللون الاخضر، باللون الاخضر بهذا الشكل. هذا رائحة القمامة او القمامة فلون فرائحتها نتنة وكريهة، اذا غادي نلونها باللون البني. احسنتم بهذا الشكل هذا باللون البني، جميل. وهنا عندنا رائحة العطر، رائحة ماذا؟ رائحة العطر فهي رائحة زكية، نلونها باللون الأخضر بهذا الشكل. ثم هنا عندنا رائحة البخور، إذا فرائحته زكية كذلك، أيضا نلونها باللون الأخضر بهذا الشكل. أحسنتم. إذا هنا عندنا تختلف الروائح بين الزكية والكريهة، نكتب الزكية والكريهة، بين الزكية والكريهة، الكريهة هذا الشكل، هذا بين الزكية والكريهة. أحسنتم. أميزوا الروائح المختلفة الروائح المختلفة بواسطة حاسة الشم أو الأنف، أميزوا الروائح المختلفة بواسطة حاسة الأنف أو الشم. السؤال الموالي، ألونوا عضو حاسة الشم بالأصفر، باللون الأصفر، وما أستطيع فقط شمه باللون الأخضر. أعيد، ألون عضو حاسة الشم باللون الأصفر، حاسة الشم العضو ديالها غنلونوه بالأصفر، وما أستطيع فقط شمه باللون الأخضر، وداك الشيء اللي كان نقدر نشمو أنا غادي نلونوه باللون الأخضر. هنا عندنا حاسة النظر، عضو حاسة النظر واللي هي العين، وهنا عندنا الأنف وهو عضو حاسة الشم، إذا غادي نلونوه باللون ماذا؟ اللون الأصفر. أحسنتم. من بهذا الشكل هذا غادي نلونو هذا العضو هذا باللون الاصفر اللي هو عضو عفوا حاسة الشم اللي هو الانف. احسنتم. وهنا عندنا ما استطيع فقط شمه باللون الاخضر، ما استطيع شمه، عندنا القهوة كنشموها اذا نستطيع شمها، اذا غادي نلونوها باللون الاخضر. القهوة نستطيع ان نشمها، إذا أعدنا العطر، العطر كذلك نستطيع أن نشمه، إذا غنديرو حتى هو اللون الأخضر. كليكم فقط تلونوا الشكل أو تلونوا المربع كامل، فكلاهما صحيح. إذا أنا هنا لونت فقط الشكل والعضو، عضو أنف والشكل، يعني شكل القهوة وشكل قنينة العطر. إذا أحسنتم أحبتي الصغار، هكذا كنكون سالينا الحصة ديال اليوم، نتلاقاو إن شاء الله في الحصة الماجية اللي هي حصة أحافظ على حواسي. إذا دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء في الحصة الماجية إن شاء الله.